الكاتب العام للجمعية التونسية بتبرع بالدم سي لطفي شلي. السلام عليك سي لطفي شلي، تنجم تعرف لنا شوية على الجمعية متاعك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة جوهرة الساحل سوس تي في. هي جمعية تونسية للنهوض بالتبرع تاع الدم، في الأصل تكونت سنة 2002 بتونس العاصمة، وفي فترات لاحقة كونت معناتها مكاتب في جندوبة وفي صفاقس، وأخيرا في 2015 بمدينة سوسة. كان نجمو نحكيو شوية على الأنشطة اللي قاعدين تقوموا بها تو وفي المستقبل إن شاء الله. حاليا الأنشطة هي على محلها ماهيش كثيرة، لكن بالتعاون مع المركز الجهوي لنقل الدم نقوموا من حين لآخر معناتها نحضروا دي كوليكت ونعاونوا معناتها نحاولوا باش نوعيوا معناتها المواطنين من مختلف شرائح المجتمع باش للتبرع تاع الدم. نحكيو شوية على الصعوبات اللي تعرضت لها ولا باش تتعرض لها تويكا، شنو العوائق اللي صارت لك في من اللي بديت جمعية لتو معناها؟ نحن ما نقولوش كلمة عوائق، لكن ديما فما معناتها أمل وديما فما حلول. نحن أكثر الحوايج اللي معناتها لقينا فيها معناتها بعض الصعوبات هي وعي المواطن التونسي بأهمية التبرع بالدم. فهمت معناتها ما فماش كده التلقائية والمبادرة بالتبرع بالدم. التونسي ديما نلقى في كثير من الحالات معناتها تلقاه جابد روحه شويه، فهمت كيفاش؟ ماهوش معناتها مبادر للتبرع بالدم، الا تقوم معناتها يصير معناتها تحاور معاه باش نحاولوا نقنعوه نحن، فهمت كيف؟ سي شيم، تنجم تحكي لنا شويه على المركز نتاعكم؟ المركز الجهوي لنقل الدم بسوسه هو يضم العديد من الجهات، هما فما خمسه مراكز جهويه لنقل الدم في الجمهوريه التونسيه. عندنا المركز الوطني لنقل الدم اللي هو في العاصمه في تونس، فما كذلك المركز الوطني لنقل الدم من العسكري، والمراكز الجهويه وعندنا مراكز جهويه اللي هي تتبع المركز الوطني لنقل الدم بسوسه بتونس. المراكز هذه هي في سوسه، صفاقس، جندوبه، قابس، هذوما المراكز اللي هما كل مركز يلم معناها ولايات اللي في جنبه معناها، فهمت؟ عندنا المركز سوسه يضم ولايه المنستير، ولايه القيروان، ولايه المهديه وسوسه. الولايات هذوما احنا نقوموا بالحملات نتاع التبرع بالدم، هما عندهم بنوك دم في المستشفيات نتاعهم اللي هما يقوموا بالحملات بالتبرع بالدم داخل المؤسسه الاستشفائيه، لكن المركز الجهوي لنقل الدم يقوم بالحملات خارج المراكز الاستشفائيه، معناها سواء بالجامعات، سواء المستشفى، سواء المعاهد، المؤسسات الحكوميه. هذوما الحملات اللي نقوموا بهم معناها في الولايه نتاعنا. دورنا هو الساعق بكل شيء، هي الجمعيه الوطنيه للنهوض بالتبرع بالدم، واسمها يدل عليها. اذا كان احنا المركز الجهوي لنقل الدم بسوسه وما نكونوش معناتها منخرطين ولا متعاونين مع الجمعيه هذه، ما نجموش ننهضوا بالقطاع هذا. والجمعيه هذه في حد ذاتها هي كما قلت يدل عليها اسمها جمعيه النهوض بالتبرع بالدم. اذا كان احنا ما ننهضوش بالجمعيه هذه، هي بيدها ما تنجمش تنهض بالتبرع بالدم. الا فما هم ربما كثرة الاحتياجات نتاع الدم. الدم مشتقات، وخاطر انا كيما كنت نحكي لسيدتكم معناها احنا ما نستحقوش كان الدم برك، نستحقوا الدم ومشتقات الدم. وتو كيما قلت فما طريقة علمية باش معناها ناخذوا الصفيحات وناخذوا معناها البوش نتاع الدم هكا نجم يتمتعوا بها ثلاثة أربعة مرضى. العزوف اللي عندنا ولا معناتها قلة الدم اللي عندنا هي في فترات معينة. في فترات سيرتو نتاع الصيف نتاع العطل المدرسيه ونتاع الحاجات هذيك، هذوما اللي عندنا فيهم احنا تراجع نتاع معناتها قل نحتاجوا للدم فيهم اكثر، مش عندنا تراجع، اما عندنا نحتاجوا للدم اكثر من اي وقت اخر. وبالنسبه لسؤالك نتاع البوليمية اللي صارت نتاع التبرع بالدم ولا نتاع الدول الشقيقه، ما عندناش حتى معلومه عليها احنا باش ننفيوها ولا باش ناكدوها. هذيك ديجا في مجرى معناتها عند الوزير نتاع الصحه، هو يعرف شنو ياخذ فيها، ماناش احنا اللي باش نقرروها. اما انا اللي نجم نقوله لك ونجم نطمن به الراي العام باش يقدموا على التبرع بالدم، هو كونه البوش نتاع الدم لما يعطاها الساعه، فما الوحيده اللي هي تقوم معناتها بجمع الدم هي الدوله، هي وزاره الصحه.
ما فماش حد اخر عنده الحق ولا يسول يخولوا القانون باش يقوم بحملات تاع تبرع بالدم. والحملات هذه تكون منظمه بسياراتنا الاداريه، معناها اللي هي فيها الفام تاع وزاره الصحه، وكذلك بالتوني نتاعنا اللي فيها هي نتاع وزاره الصحه سوكيفي، معناها ما ينجمش اي انسان اخر ينجم يعديها على المواطن التونسي اللي هو ولا واعي وعارف شنو يعمل وش ما يعملش وعارف مع شكون يتعامل. ولهذا معناها ونعطيك حاجه اخرى باش تطمن الراي العام شويه، هو انه كل بوش نتاع صون هي فيها كود بار، معناها انت تنجم معناتها بعد 4 بعد 5 سنين تنجم تعرف البوش هذيك شكون اعطاها وشكون تعطات وقتاش تعطات وشكون نحاها. شو كيفيه تحديد المسؤوليه تسهل برشا بالنسبه للقطاع نتاع التبرع بالدم. بالنسبة للصعوبات هي ديما فما معناتها موجودة صعوبات، هي صعوبات في كل القطاعات، يعني صعوبات بالأخص صعوبات مادية وصعوبات معناها هي معناتها ساعات في التنقل معناها من البلاصة لبلاصة وتوفير معناتها البرسونال اللازم للحملات متاع التبرع بالدم. وفي الاخير في الختام معناها نحب ونشكر معناها سوز تي في على اللقاء هذا الشيق اللي قمنا به، وان شاء الله يكون معناها عنده دور معناها ايجابي في تحسين المنظومه نتاع التبرع بالدم في الجهه ولا حتى في البلاد كامله. توا كنا مع الجمعيه التونسيه بالتبرع بالدم بسوسه، ان شاء الله في ملتقانا في حلقه اخرى مع جمعيه اخرى. بسلامه.